ناقص الفا شنو غيساوي ليا؟ قلنا كيساوي واحد ناقص الفا على اثنان. دونك غنعوضو هنا بيان سيغ. دونك لاحظوا معايا مزيان فاش غادي نعوض. بيان سيغ ليكسبونسي ناقص الفا بواحد ناقص الفا على اثنان، دونك في نفس الوقت غادي نشر غتعطيني بيان سيغ ناقص الفا. نقدر نعوض هنا مباشرة نو، حيت بيان سيغ بلاصة صغيرة. دونك عافاكم عقلوا معايا على هادي سنتيمتر، غنعاود نكتبها لكم هنا. المنطر ديال اي في كيساوي المنطر ديال جي كيساوي واحد سنتيمتر. كيفاش تمسح مزيان؟ دونك كتساوي دونك ناقص غنشر في نفس الوقت، يعني غتعطيني ناقص الفا وناقص مع ناقص يعني زائد الفا اس اثنان على اثنان، ناقص واحد زائد الفا مقسوم على اثنان زائد واحد. دونك غتختزل واحد مع ناقص واحد. دونك هنا بيان سيغ غتبقى ليا بكل بساطة هنا بيان سيغ لاحظوا معايا هنا الفا على اثنان، هنا عندي ناقص الفا يعني غتبقى لي ناقص الفا على اثنان مع هاد. اوكي دونك غتبقى لي بيان سيغ بكل بساطة الفا اس اثنان ناقص الفا الكل اس اثنان. دونك هذا هو التكامل بيان سيغ هذا متفقين. دونك نجيو دابا نحسبو. دونك لاحظوا معايا مزيان هادشي كيساوي نقدر نبسط هنا كتساوي 4 في التكامل صفر الفا اكس اكسبونسيال ناقص اكس ديرو اكس زائد التكامل هذا زائد 4 ما تنساوش 4 حيت 4 ديال هادشي كامل كي زائد 4 تكامل صفر الفا اكس اس 2 على 2 ناقص اكس الكل ديرو اكس متفقين. باش ما نزيدش عليكم على هاد المراحل ديالو. اوكي دونك نحاول نبدل ستيلو دغيا اوكي باش نكملو بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان دونك هادي بيان سيغ حسبناها لقينا هو داك العدد. دونك باش نعوض مباشرة يعني 4 في الفا اس 2 ناقص الفا دونك يعني ماشي مشكل الكل مقسوم على 2 زائد 4 في الداله الاصليه ديال هادي اللي هي اكس اس 3 مقسوم على 3 في 2 يعني مقسوم على 6 ناقص اكس اس 2 مقسوم على 2 يعني دي حلوليه سهله صفر الفا. دونك هادشي شنو كيساوي؟ دونك هادي بيان سيغ لاحظوا معايا نقدر نبسط الامور. دونك غتعطيني 2 الفا اس 2 ناقص 2 الفا زائد 4 نقدر نختزل بيان سيغ. دونك نعوض في نفس الوقت شوف زيرو راه غتمشي. اوكي دونك هنا غنعوض الفا اس 3 الفا اس 2 دونك نقدر ندير مباشره ماشي مشكل. اوكي دونك الفا اس 2 هنا الفا اس 3 هنا نحيد الليبر. اوكي ديال يعني مباشره نعوض ديال. دونك لاحظوا معايا مزيان دونك فاش غادي ننشر بيان سيغ غتعطيني هنا 2 الفا 2 الفا اس 3 مقسوم على 3 ناقص 2 الفا اس 2 ناقص 2 الفا اس 2. دونك لاحظوا معايا عندي 2 الفا اس 2 هنا ناقص 2 الفا اس 2 دونك تختزل. دونك في الاخير غنحصل على هذا العدد اللي بيان سيغ فاش نوحد المقام غنحصل على هو في نفس الوقت نعمل ب 2 حيت ما وي كاين وي دونك نعمل ب 2 الفا اس الفا دونك نعمل ب 2 الفا في نفس الوقت. دونك غتبقى لي بيان سيغ هنا الفا اس 2 ناقص وهنا بيان سيغ ناقص 1 الكل مقسوم على 3 على ما اعتقد. نو 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 حيت ما وحدش المقام خصني نضرب هنا بيان سيغ في 3 دونك يعني هنا تعطيني ناقص 3 عفوا صافي حيت خصني نوحد المره ديال. دونك هذه هي النتيجه اللي بغا. اوكي ديال ماشي شي حاجه صعيبه دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. هنا بيان سيغ كيفاش حسبنا هذا بوحدو بالمكامله بالاجزاء. اوكي وبيان سيغ عوضنا هنا داك الشيء مباشره ما تنساوش واحد العلاقه حصلنا عليها في السؤال 2 د 2 د رجعوا ل 2 د راه بينا كيفاش حصلنا عليها اللي هي واحد ناقص الفا على اثنان اللي كتساوي ليكسبونسيال ناقص الفا متفقين بيان. دونك بقى لنا بيان سيغ اخر سؤال اللي هو احسب بدلاله الفا وبوحده سنتيمتر مربع مساحه الحيز المحصور بين السي والمستقيمين اكغي كتساوي صفر اكس كتساوي صفر واكس كتساوي الفا. يعني بكل بساطه غنحسب هذه دونك الفا هي هذه اكس كتساوي صفر هذا اكغي كتساوي صفر هذا والمنحنى هو يعني غنحسب هذه المساحه هذه اللي غنديرها لكم بالاخضر. غنحسب هاد المساحة هادي
صافي دونك بيان سور المساحه شنو كنعرفوا عليها دائما موجبه وقت اللي باش كنبغيو نحسبوا المساحه كيفاش كنحسبوها دونك مساحه الجدول التغيرات وكاينش محتاجينه دونك المساحه كيفاش غادي نحسبوها بكل بساطه كنديروا القيمه المطلقه اوكي دونك نكتب هنا بيان سور نسميه مثلا ا دونك غنقول لك مثلا ا هو مساحه الحيز المحصور بين السي والمستقيمين هادو دونك نسميه انا ا زي ما الاخ دونك تساوي تكامل ولكن القيمه المطلقه ديال اف دو اكس ديرو اكس دونك هادشي تعرفنا عليه في درس التكامل باش ما نبقاش نضيع الوقت بزاف دونك ما بين اكس كتساوي صفر و اكس كتساوي الفا يعني لي بون كيكونوا صفر و الفا بيان دونك بيان سيغ اف مالها لاحظوا معايا السؤال ما عطيناش غير وكان صفر الفا يعني صفر الفا كاين في هذا المجال يعني كيفاش كتكون الداله اف سالبه فاش غنحيد القيمة المطلقة خصني ندير واحد ناقص اوكي يعني تعطيني هادشي ناقص التكامل صفر الفا ناقص في نفس الوقت خرجتها اف دو اكس ديرو اكس وبيان سيغ هاد التكامل راه حسبتوه بلا ناقص لي في السؤال باء اوكي دونك شحال لقيتو بيان سيغ ناقص لقيتو بيان سيغ هو هذا هاهو اثنان الفا ناقص يعني ناقص اثنان الفا في الفا اس اثنان ناقص ثلاثة مقسومة على ثلاثة نعم بيان بيان سيغ هنا نقدو مثلا هاد الناقص ندخلوه هنا ونقلبو هادو ماشي مشكل متفقين بغينا نخليوه بحال هكا نخليوه وما تنساوش بيان سيغ فاش كندوي على مساحة كندوي على بيان سيغ وحدة الوحدة هي السنتيمتر المربع علاش درنا بيان سيغ هنا غندير سنتيمتر مربع تو سامبلومون كنشدو هادي يعني هاد المربع هذا اف جي يعني المنظم ديال اف المنظم في جي كيعطيني هاد المساحة المربع هي وحدة ديال المساحة اوكي بيان يعني هادشي غنضربو في المنظم هادشي كامل بيان سيغ مثلا هادي غنديرو مثلا بوحدو وندير ليكم ا كيساوي هادشي وغنضربو في المنظم ديال اي في المنظم ديال جي متفقين يعني غيعطيني واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر يعني اثنان او عفوا هي واحد سنتيمتر مربع دونك كتساوي بكل بساطة ا كيساوي اثنان الفا في ثلاثة ناقص الفا اس اثنان دونك هادو قلبتهم باش نحيد الناقص اللي كاين هنا حيت دائما المساحة موجبة هادشي موجب اوكي مقسوم على ثلاثة في سنتيمتر مربع بيان اي بيان سيغ اخر سؤال هنا حقا بقات لينا واحد الحاجة ما بيناهاش في باء قالك استنتج ان الفا محصورة ما بين ثلاثة على اثنان وجذر مربع ثلاثة لعقدتو معايا دونك نقدر نديرو هنا في هاد المكان يعني خربقتكم شوية استنتاج دونك التتمة ديال هادشي معايا متفقين دونك كيفاش غنبينو هادي لاحظوا معايا مزيان عندي اف دو اكس سالب لكل اكس ينتمي الى ناقص ما لا نهاية الفا وبيان سيغ صفر الفا راه كينتمي اولا ضمن عفوا ضمن هاد المجال اوكي ضمن هاد المجال دونك انكلي دون سو زانتيرفال اوكي بيان دونك يعني اذا كان انكلي فيه يعني ضمن هاد الانتيرفال دونك تو سامبلومون اف دو اكس سالبة يعني لدينا لكل اكس ينتمي الى صفر الفا اف دو اكس مالها سالبة يعني التكامل صفر الفا ديال اف دو اكس ديال اكس مالو سالب متفقين بكل بساطة هادي خاصية بيناها بيان سيغ في درس التكامل اوكي بيان دونك هادشي سالب يعني كيستنتج ان هادشي سالب يعني هادشي سالب يعني هاد النتيجة اللي حصلنا عليها سالبة يعني هادشي كيستلزم ان اثنان الفا في الفا اس 2 ناقص 3 الكل مقسوم على 3 سالب وبما ان الفا محصوره ما بين بيان سيغ الفا عرفناها بيان سيغ في السؤال باش نشوف لكم هنا السؤال باش تشوفوا معايا عفاكم شوفوا البي دي اف عفاكم دونك الفا حسبناها بيان سيغ في السؤال 2 جي 2 جي لقينا بان الفا محصوره ما بين 3 على 2 و اثنان متفقين يعني ثلاثة على اثنان و اثنان يعني الفا دائما موجبة الفا موجبة يعني هادشي موجب دونك وهادشي خصو يكون كامل سالب يعني كيستلزم ليا ان هادشي اللي هذا خصو يكون سالب حتى ثلاثة هي موجبة وبالتالي الفا اس اثنان ناقص ثلاثة مالا سالبة دونك الا كانت هادي سالبة او يساوي ماشي مشكل حيت عندنا او يساوي يعني الفا اس اثنان اصغر او يساوي ثلاثة يعني القيمة أو لا ألفا حيث ألفا موجبة مباشرة ألفا أصغر أو يساوي جذر مربع ثلاثة لأن ألفا موجبة متفقين ومنه فإن إذا ألفا
أكبر من 3 على 2 وأصغر من جذر مربع 3. ولكن أكبر قطعا من 3 على 2 وأصغر أو يساوي جذر مربع 3. دونك هادشي اللي بغا نعم هادشي اللي بغا بيان. هنا غادي نديرو أو يساوي متفقين خير أنا نسيت على ما كنعتقد كاينة أو يساوي كاينة وي كاينة أنا اللي نسيتها أوكي دونك كاينة هنا أو يساوي بيان. دونك هذا بيان سيغ هو الجزء الأول في هاد الدرس دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا اوكي دونك مساح باش نكتب لكم الجزء الثاني اللي غيكون متعلق بالمتتاليات اوكي.